السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي الحبيب، مرحبا بك. أنا كنت أود يعني أن أشرح لك بعض الأمور حول الشركة، بعض النقاط المهمة الأساسية والأساسية في الشركة. فكنت قد سألتك في أي جدول تريد يعني أن تستثمر، تبدأ مع شركة إم جولدكس. فشركة إم جولدكس تمكنك من البداية يعني بأربع جداول، يعني تعطيك إمكانية أن تختار من بين أربع جداول. والذي أريد أن أوضح لك يعني الأربع الجداول، كل واحدة تمكنك يعني من ربح خاص، دخل خاص، وأيضا تمكنك من يعني من شراء كل جدول يمكنك من شراء حسب كل جدول وقيمته، يعني القيمة الأصلية دي. فأنا أعرف أنك مسوق شبكي يعني جيد جدا، مادام أنك عجبتك الشركة، لكن فقط نريد لأننا إن شاء الله سنتعامل كفريق، يعني يجب دراسة الخطة في أي جدول أنت تريد الاستثمار، ويجب أن تعرف أنا في أي جدول أريد الاستثمار. فقط رأيك، يعني يمكنك أن اختيار أي جدول تريد، لا يهم، لكن أنا فقط أريد أن أوضح لك كل جدول ومميزاته. فكما تشاهد في الصورة، عندنا هنا أربع جداول، لأن في البريزنتاسيون اللي أبعت لك فيها فقط جدولين، فالشركة عندها أربع جداول. الجدول الأول هو جدول تمهيدي، يعني قيمة الاستثمار في هذا الجدول 150 أورو كما تشاهد. هناك جدول الثاني ميني جولدن لينك، هذا الجدول القيمة الاستثمارية فيه 375 أورو كما تشاهد، وهذا هو الجدول الذي أنا اخترته للانضمام مع شركة إم جولدكس للبداية، وسأشرح لك مميزات هذا الجدول، يعني سأشرح لك أيضا جداول أخرى. الجدول الثالث، الجدول الرئيسي، بقيمة 540 أورو، يعني قيمة الاستثمار فيه 540 أورو. الجدول الرابع جولدن لينك، القيمة الاستثمارية فيه 1050 أورو، 1050 أورو. يعني سنوضح هنا الأرباح، كل جدول حسب الأرباح التي تمكنك الشركة من ربحها. الجدول التمهيدي يمكنك من الربح، القيمة الاستثمارية فيه 150 أورو، تربح فيه 1040 أورو. اقتطعت الشركة 7% في هذا الجدول، يعني الباقي الربح الصافي الذي تربحه أنت 967 أورو. الجدول الثاني جولدن ميني جولدن لينك، القيمة الاستثمارية فيها 375 أورو، الربح بالأورو 1400 أورو. اقتطاعات الشركة 25 أورو، الربح الصافي 1050 أورو، الرئيسي 540 أورو قيمة الاستثمارية، الربح 7000 أورو، اقتطاعات الشركة 7%، الربح الصافي 6510. جولدن لينك 1050 أورو قيمة استثمارية، 7000 أورو الربح اليورو، اقتطاع الشركة 5%، الباقي يعني الربح الصافي 5950 أورو. أنا سأوضح لك كل جدول ومميزاته، يعني هنا القيمة الاستثمارية في كل جدول، وهنا الربح الصافي في كل جدول. يعني اقتطاع الشركة بالمناسبة، اقتطاع الشركة يعني قطاعات أظن أنها رخيصة على حسب الشركات الأخرى المتواجدة في السوق، فإنهم يعني كي أنت تعرف أنه يقطعون أكثر من هذه النسب. أعتذر، لحظة من فضلك لو سمحت.
يعني سأوضح كل جدول حسب ميزاته. لو هذا هو الجدول الأول، الجدول التمهيدي بالمناسبة، الجدول يعني أقيم للناس فقط الذين ليس لديهم يعني القدرة على الاستثمار في الجدول الأخرى، الناس يعني اللي ما عندوش القدرة. فالجدول الأول هو التمهيدي، القيمة الاستثمارية قلنا أن القيمة الاستثمارية فيه 150 أورو، يعني بإمكانك الدخول لهذا الجدول 150 أورو. هذا الجدول هذا يحتوي على 15 خانة كما تشاهد، يعني 15 خانة، يتواجد 15 خانة. فأنت عندما تدخل إلى هذا الجدول، إن استثمرت مثلا في هذا الجدول، تدخل في يعني في هنا في النفو، المستوى الأول نفو واحد، يعني هذا هو المستوى الأول، المستوى الثاني، المستوى الثالث، الرابع، يعني بالعكس. فأي واحد يشترك يقوم بالتسجيل، دائما يدخل في تقريبا في المستوى الأول أو التالي، لأن أغلب الأحيان تجد المستوى الرابع والثالث مملوئين، تجد ديجا دي بيرسون اللي كاينين تما في هذيك النقط. إذا أنت تدخل في المستوى الأول، الشرط الأساسي هو جلب شخصين، على الأقل شخصين. فلما يمتلئ الجدول، عندما يمتلئ الجدول ينقسم إلى قسمين، هذا قسم وهذا قسم آخر، يعني ينقسم إلى قسمين. الشخص المتواجد في الأسفل يأخذ قيمة الربح، يربح قيمة 1040 أورو، قلنا أن هذا الجدول يمكن من الربح 1040 أورو، فيأخذ ينسحب هو من جدول ويدخل في الجدول الثاني. والشخص اللي تشاهد هنا، هذا الشخص يكون هو رأس يعني مجموعته، تزداد عليه وتزداد له 4 خانات أخرى. فالشخص الثاني يكون هو ينزل ويكون هو رأس يعني رأس المجموعة، والأشخاص المتواجدين في المستوى الأول ينزلون إلى المستوى الثاني، يعني ينقسم إلى 3 أقسام حتى 4 أقسام لتصلك الرتبة، ولتصلك أنت في تكون أنت في الأسفل، في الأسفل، يعني لتأخذ عمولة 1040 أورو. فهذا قد يأخذ وقت، يعني هذا الجدول قد يتطلب منك وقت كثير، وقد يتطلب منك جهد كبير. لماذا؟ لأن فيه 15 خانة، 15 خانة ليس سهلا أن تملأها لوحدك أو لمجموعتك. طبيعة الحال كل شخص يقوم بتسجيل شخصين، لكن قد يأخذ منك وقت طويل في حالة المجموعة لم يشتغل يعني بكثافة وبسرعة، فهذا قد يأخذ منك وقت كبير. لا أعرف كم الوقت، لكن حسب دراستي لهذا الجدول يعني يمكن أن يأخذ وقت كبير. لماذا؟ لأنك تكون في الأول، في النفو الأول تأتي بشخصين، عندما يمتلئ الجدول ينقسم، يعني لا يعني ينقسم الجدول، وراح أوضح إن شاء الله كيف ينقسم الجدول. فالوقت قد يأخذ منك وقت كبير. الجدول الثانية، الجدول الرئيسي 540 أورو، القيمة الاستثمارية فيه هو 540 أورو، الربح 6510، يعني الربح صافي. هذا الجدول يحتوي على جدولين، يعني على مرحلتين، تربح هذا الجدول على مرحلتين. المرحلة الأولى فيها 15 خانة كما تشاهد، عندما تملأها يعني لما تسجل تدخل في المستوى الأول، وبعدين يعني تنزل، لما يمتلئ الجدول تنزل يربح، يخرج هذا الشخص فيربح قيمة 3500 أورو، يعني تنزل إلى المستوى الثاني ويمتلئ الجدول، تنزل للمستوى الثالث، يمتلئ الجدول، تنزل للمستوى الرابع، وتأخذ أنت قيمة يعني تربح أيضا 3500 أورو إن استوفيت الشرط. الشرط هو جلب على الأقل شخصين، يعني على الأقل شخصين يدخل بنفس القيمة، يعني بنفس القيمة التي دخلت فيها، يعني 540 أورو.
هذا الجدول الأدنى هو جميل جدا، يمكنكم يعني ربح 7000 أورو على مرحلتين، يعني 3500 أورو في المرحلة الأولى و3500 في المرحلة الثانية، يعني ينقسم، يعني عندك جدولين. فهذا أيضا يتطلب مجهود كبير ويتطلب فريق كبير، يعني يجب أن يشتغلوا بسرعة كبيرة جدا لتتمكن من الخروج مباشرة يعني من ربح قيمة 3500 أورو. فهذا أيضا الجدول يتطلب وقت ومجهود. الجدول الثالث هو جدول جولدن لينك، هذا جدول قيمة استثمارية فيه 1050 أورو، يعني قيمة استثمارية يعني شيئا ما يعني غالية، الربح 5950 أورو. فحتى هذا الجدول يعني فيه جدولين، قسم على مرحلتين أو على مرحلتين أو على جدولين. المرحلة الأولى فيها 7 خانات فقط، لما تمتلئ يعني تنزل المستوى الثاني وتنزل المستوى الثالث، بعدين تأخذ قيمة 3000 أورو في الجدول الأول، بعدين تدخل الجدول الثاني، الجدول الثاني تأخذ فيه قيمة 4000 أورو. يعني استوفيت الشروط، يعني الشرط هو أن تجلي على الأقل شخصين، والشرط الثاني أن تكون في المستوى الرابع، يعني أن تنزل حتى المستوى الرابع وتأخذ القيمة المشروع. لكن أهم جدول الجميل جدا الذي هو يسهلك طريقة للربح مع إم جولدكس وإم جولدكس، اللي هو جدول ميني جولدن لينك. هذا الجدول والذي أنا اخترته، لماذا اخترته؟ لأنه فقط يتكون من 7 خانات، يعني الجدول فيه فقط 7 خانات كما تشاهدون هنا، 1 2 3 4 5 6 7 خانات، يعني سهل لتملأه، سهل والربح فيه يعني تصلك مرحلتك للربح يعني بسرعة. لماذا بسرعة؟ لأن الجدول يمتلئ بسرعة. مثلا دخلت أنت في المستوى الأول، الشرط جلب شخصين بنفس القيمة 375 أورو، هي شيء ما أظن أنها شيء ما غالي، ما أعرف، شيئا ما عندنا في المغرب شيئا ما غالية، لكن مميزة جدا. لماذا؟ لأن لا تأخذ منك وقت طويل، قد فقط 5 أيام، يومين، 3 أيام، 10 أيام، إلى 15 يوما تربح 1050 أورو، يعني بكل سرعة. يعني الجدول يمتلئ بسرعة، سأشرح كيف يمتلئ الجدول بسرعة ومميزات كل جدول. هذا هو الجدول، نموذج الجدول. لنفترض لأن أنت لما تدخل في الجدول تدخل دائما في النفو واحد. هذا هو يعني الجدول الذي اخترته أنا. مثلا أنت تدخل هنا فو، أنت هنا لأن تجد دائما تجد هذه الجداول الأولى، يعني الخانة الأولى، 3 الخانات الأولى دائما تجدها مملوءة. عندما تسجل هنا فو، يعني عليك جلب شخصين، يعني هنا قد تنظر أن خانة واحدة فقط، أنت يعني مملوء، الجدول مملوء. فماذا يقع هنا؟ الجدول ينقسم إلى قسمين. القسم الأول يعني يخرج مارك، يخرج مارك كما تشاهد هنا مثال، يخرج مارك من الجدول ويربح قسيمة 1050 أورو. يعني ينقسم الجدول إلى قسمين، قسم الخاص ببارك باتريك، باتريك يعني باتريك يكون رأس الشجرة، أو يعني رأس يعني الجروب ديالو، وماري يكون أيضا كما تشاهد هنا، ماري يكون رأس مجموعته أيضا. فالجدول ينقسم إلى جدول، فماذا يقع؟ يعني تزداد لك 4 خانات، لكل شخص تزداد له، باتريك تزداد له 4 خانات فوق منه، وماري تزداد له أيضا 4 خانات كما تشاهد في الجدول هنا. يعني ماري مثلا ماري عنده جاك،
وعنده أنت، يعني أنت قام بتسجيلك أنت وجاك. فأنت ستجلب شخصين هنا، واحد هنا اليمين واحد يسار، وجاك أيضا سيجلب شخصين، واحد يمين واحد يسار. وممكن أن ماري هو الذي سيجلبه، وممكن أيضا ماري يجلب شخصين. هنا مهم على حسب مجهود الإنسان. ممكن ماري يجلب شخص ويعطيه لجاك، أو يجلب شخصين ويسجلهم تحت اسم جاك. لماذا؟ لأن هنا تعاون، ليس مثل جيت إيزي يعني تعتمد على البارينج الشخصي. فهنا ليس من المهم يعني أن يكون عندك بارينج شخصي لوحدك، تتعامل مع مجموعتك ليستفيد الجميع، وتمكين نفسك يعني من الخروج من الدول بسرعة. يعني تزداد لك 4 خانات، فأنت كنت في المستوى الأول، أنت الآن نزلت إلى المستوى الثاني، المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة تكون هنا أنت قد جلبت شخصين، فريد مثلا ولي جلبت شخصين، وماري قام بجلب شخص آخر، وجاك قام بجلب شخص آخر. فالجدول مملوء، ماذا يقع هنا؟ ماري يخرج من الجدول ويستفيد، يعني ويأخذ قيمة 1050 أورو. فأنت تكون رأس الآن، وصلتك بسرعة، تكون رأس مجموعتك، وجاك يكون رأس مجموعته ينقسم الجدول كما تشاهد هنا في الصورة الخامسة. ينقسم، تكون أنت قد جلبت شخصين أو يمين واحد يسار، وتزداد لك 4 خانات. عندما تمتلئ هذه 4 خانات تستفيد من قسيمة ديال الأرف، يعني هما هنا الجدول السادس. تأخذ عندما يمتلئ الجدول تأخذ قسيمة 1050 أورو. يعني هذا الجدول، يعني باختصار أن هذا الجدول يعني يمتلئ بسرعة جدا 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 هائلة. فالجدول الأول الذي قلنا أنه في 15 خانة قد يأخذ منك وقت طويل. فأنا كنصيحة، أنت مسابق شبكي ومحترف وتعرف هذه الأشياء، فقط أنا هذه النظرة التي أود تقديمها لك. يعني بإمكانك، لأن في الفيديو الذي بعته لك ليس فيه هذا الشرح عن هذا الجدول الثالث، اللي هو جولدن ميني. أنت صغير جدا ويمتلئ بسرعة، ويمكنك يعني ملؤه بسرعة. فبإمكانك يعني أن تختار أنت أي جدول. بالمناسبة أن الجدول تشتغل بنفس الطريقة، فقد هذا الجدول يحتوي على 7 خانات، والجدول 150 أورو، القيمة الاستثمارية فيه 150، يحتوي على 15 خانة. يعني 15 خانة يعني أنت تنقسم على 3 أقسام. يعني 15 خانة أنت تكون في المستوى الأول، ولما يمتلئ الجدول يخرج واحد وتنزل للمستوى الثاني. هي يعني انقسم الجدول مرة أولى، عندما تكون المستوى الثاني يمتلئ الجدول أيضا ينقسم مرة ثانية، يعني ينقسم مرة ثانية، يعني يمتلئ دائما 8، تزداد 8 في النفو الأولاني، و8 في النفو الثاني، و8 في النفو الثالث، زائد 8 أخرى لتأخذ أنت يعني الربح 1040 أورو فقط. أما هذا 7 أشخاص وفيه الربح 1050 أورو، يعني الزائد يعني يكون زائد على الجدول الأول، و540 أورو، يعني جدول 540 أورو الرئيسي. فحتى هو أيضا يعني صعب جدا في البداية. لماذا؟ لأنك لم تكون فريق. يجب أولا تكوين فريق، يعني أن يكون عندك أعضاء كثر في الجدول، ليس فقط على اسمك لتسجيل اسمك، وإنما أشخاص يعني حتى يعرفوا الفرصة. إن الفرصة كما تعرف في البداية تكون يجب عليك أنت من يقوم بنشرها. فالجدول الأخرى صعب جدا. نحن نريد أن نبدأ بهذا الجدول السهل، يمكنك من الربح بسرعة بالسهل، ويمكنك يعني إعطاء النتائج للأشخاص الذين معك، بأن إم جولدكس يعني فيها مداخل جد هائلة، جد مهولة ورائعة جدا، وبكل سرعة وأمان، وتحقق إن شاء الله يعني أن غروند غيزو هناك في بلدك. أتمنى لك التوفيق، وأنت أختار أي جدول.
لكن لازم فقط نعمل جلسة عبر سكيب يعني نناقش التفاصيل. ليس المهم أن أبعث لك الرابط، الرابط سهل جدا في ثواني، وأبعث لك الرابط وتقوم بالتسجيل. فتسجيل مراحل التسجيل سهلة جدا، ليست مراحل معقدة، وليست يعني أما هي مراحل معروفة. هذا ما الذي أقول لك، يجب أولا أن نجلس في سكايب، أن نتحدث ونناقش أسئلتك ونناقش الأمور. ليس المهم يعني التسجيل، المهم التسجيل، سأعطيك الرابط وتسجل وتدفع للشركة وتقوم أنت فقط يعني بالبدء في مشروعك، وتختار أي جدول تريد أن تستثمر فيه وتبدأ مشروعك دون يعني إشكالية. فأنا لا أعتمد على هذه الخطة، يعني خطتي أنني نتواصل، نكون فريق واحد كجسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ما نقوم به لإنشاء المشروع كأشخاص كأعضاء، بكل عرض يعني بكل فرد فرد ينجح في المشروع إن شاء الله. يعني استثمار لا يضيع، استثمار يعني يمكنك استرجاع مالك إن لم تدخل شخصي. هذا يجب أن نناقش، مزيد من الأرباح يعني عندك أرباح جديدة. هذا بريزنتاسيون عامة، لكن فقط أريد أن أوضح الجداول، هذا هو ما أريد توضيحه. أن أوضح شيء آخر، كيف يمكنك استخراج أموالك. أول طريقة يعني ممكنك الحصول على ذهب، استخراج الذهب من الشركة مباشرة. الذهب عبارة عن سبائك صغيرة يصلك حتى منزلك، يعني حتى عنوان المنزل. أو يمكنك الطريقة الثانية، يمكنك بيع الذهب للشركة 24 ساعة على 24، 7 جور سور 7 جور، وتحول الرصيد إلى الحساب البنكي، الحساب البنكي الشخصي. يمكنك أيضا يعني الشركة عندها كارت مستر كارد، والبطاقة الائتمانية، يعني من طريق طلب البطاقة اسمها سويس كارت، فيزا تستخرج بها ملك، أنت تعرف هذا الشيء. وهناك بنك أوكيبي، يمكنك تسجل في بنك أوكيبي ويبعث أنت بعت تحول رصيدك إلى أوكيبي، ومن أوكيبي تستخرج عندهم، تحتوي على أيضا ميستر كارد، يستخرج عن طريق ميستر كارد. أو أيضا من أوكيبي يمكنك تحويله إلى الحساب البنكي الشخصي. أوكيبي أو عن طريق كوبر أو فوتشر، يعني الرصيد الذي تحصل عليه على الشركة يمكنك تسجل به أعضاء الآخرين. وهكذا أكون قد أنهيت فكرتي، فإن شاء الله أتمنى منك أن تتفهم الوضع، ونقوم إن شاء الله بجلسة. وإن لم تريد فسأبعث لك إن شاء الله الرابط لتقوم أنت بالتسجيل. وبعدين إن شاء الله لو أردت أي معلومة، أي شيء أو أي جديد، راح إن شاء الله أفيدك به وكل جديد على الشركة، وأبعث لك بريزونتاسيون يعني في الإيميل. وكل جديد إن شاء الله، أتمنى أنني ما طولش عليك، أتمنى أن لا أطيل عليك. فقد حاولت أن أتكلم ب يعني أن أحاول أن أتكلم بلغتكم شيئا ما، فلست يعني أعرف أتحدث في اللغة جيدا، فأستسمح إن كان هناك أخطاء كثيرة، أعتذر إن كان الصوت شيئا ما غير واضح جدا. فما بقي إلا أن أقول لك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكرك على حسن التفاهم وحسن الإصغاء، أتمنى إن شاء الله أن نتواصل كثير وأن نحقق نجاح باهر إن شاء الله.
مع هذه الشركة الرائعة الرائعة جدا جدا.